في ما تبقى من الكورس اللي هو موضوع الانهوموجينيوس يونيفرس. خلينا نكتب العنوان انهوموجينيوس يونيفرس، عشان كده نبقى ايه، غطينا كل السكيلز الممكنه. ان احنا عارفين انه اليونيفرس بتاعنا seems to be inhomogeneous on a very very large scale، يعني greater than 3000 ميجا بارسك. الايدياليزيشن اللي احنا كنا عاملينه بتاع homogeneity وisotropy fails، بيسقط تمام. لو حضرتك دخلت على جوجل وعملت سيرش على جملة large scale structure of the universe، هتلاقي يطلع لك صور كتير جميلة جدا. هذه الصور شكلها بقى ايه، عامل ازاي؟ يعني لو بصيت فيها كده هتلاقي مثلا distributions of light، حاجات بالمنظر ده. بقى كتيرة كده ضوء وبتاع، كل نقطة ضوء من دول بتمثل الجالكسي او كلاستر اوف جالكسيز. وهتلاقيهم بقى مقسمينهم تقسيمات، في حتت فاضية بيسموها فويدز، بتتكلم على ثاوزندز اوف ميجا بارسكس بقى. في حتت بيسموها شيتس او فيلمنتس اوف جالكسيز، اللي هي بالمنظر كأن الجالكسيز والكلاستر جالكسيز متجمعة مع بعض في خطوط او شيتس او بتاع. ده اللي بيسموه اللارج سكيل ستراكشر اوف يونيفرس. طب هم رسموا الكلام ده ازاي؟ يعني الصور دي كلها اكيد مش صور فوتوغرافيه، يعني مش واحد طلع بره السكيل دوت الواسع دوت وصور الجالكسيز. لا، هي كل الحكايه ان انت طبعا دي حاجه جديده، مكتشفه جديده في عصر الكمبيوتر. انت عملت تشارتنج لكل الجالكسيز اللي تقدر تشوفها بتلسكوبات زي هابل، زي التلسكوبات الاكس رايز الراديو ويفز، الكلام ده كله عملت شارتنج ليها كلها، وخليت الكمبيوتر يجمع كل هذه الجالكسيز وحسب مواقعها اللي انت شايفها على السكيل، ولقينا انه اوفر 3000 ميجا بارسكس عندنا الاستراكشر. طيب الاستراكشر دوت يعني جه منين؟ الحقيقه ما عملتش، يعني مش ما هوش صدفه كده. Currently the best explanation لهذا اللارج سكيل ستراكشر هو اللي بيسموه الجرافيتيشنال انستابيليتي. هقول لك يعني موضوع اكشلي بسيط جدا، بس المودلنج بتاعه بيخش في ماثماتكس تقيله شويه. الجرافيتيشنال انستابيليتي ده مفهوم اكشلي بسيط جدا وانت هتفهمه بمنتهى بسهوله. تخيل ان انا عندي مجموعه من البارتكلز، كل بارتكل ليها ماس ام، خلاص. وتخيل معايا ان البارتكلز ديت از يونيفورملي ديستريبيوتد اوفر اول سبيس، كانه ايديال فلويد زي ما احنا بنتكلم، والدنسيتي بتاعتها از يونيفورم ديستريبيوشن. طيب وسيبها شويه، هناك كونفيجوريشن معين. هذا الكونفيجوريشن معنى ايه؟ بمعنى مسافات equal distances ما بين البارتكلز ديت، بحيث انه الدنسيتي ديت is constant everywhere. ايه القوة الوحيدة اللي بتأثر على البارتكلز دي بعضها؟ هي الجرافيتيشنال فورس. كل بارتكل من دول بتشد البارتكل اللي جنبيها بجرافيتيشنال فورس. طيب طالما ما بيتحركوش، everything is nice and in equilibrium. In equilibrium انا عندي هنا فلويد ان ايكوليبريم، ده معناها ان الفورسز على كل واحده من دول بتكنسل. يعني كل بارتكل بتتشد من مجموعه البارتكلز اللي حواليها with exactly equal forces. الكونفيجريشن ده صحيح ايكوليبريم ولكنه unstable.
زيه زي اي انستابل ميكانيكال سيستم حضرتك درسته. زيه زي لما تيجي تقول لي انا وقفت القلم الرصاص دوت على صباعي وخليته يتزن بحيث ان هو واقف تماما. This is equilibrium بس unstable. لو كحيت القلم هيقع. نفس الشيء هنا. لو جيت في الكونفيجوريشن ده وكحيت. وكلمة كحيت دي معناها عملت a very small perturbation. Small perturbation. زي زي جيت مثلا في بارتكل واحدة. بارتكل واحدة بس. وديت لها زقة صغيرة. Touch. كحيت جنبها. عطست جنبها. اتنفست جنبها صوت عالي شوية. حتى البارتكل دي هتروح متحركة سنة صغيرة قوي. بس الحركة الصغيرة دي تكون كافية انها تخل بهذا الاتزان العظيم. بحيث انه المسافات بينها وما بين البارتكلز التانية تتغير تغيير صغير قوي. Small perturbation. يبتدوا بقى يشدوا بعض. يبتدوا يشدوا بعض يحصل accumulation بقى في حتت وحتت لا. يطلع لك السكيل ستراكشر اللارج سكيل ستراكشر اللي انا بتكلم عنه ده. هذه الجرافيتيشنال انستابيليتي ما هياش موضوع يعني زي ما انت شايف كده الموضوع سهل ما هوش موضوع معقد. ولكن علشان نحط له معادلات ونشوف البرتربيشن دي هيبقى اهتمامنا احنا في هذه البرتربيشنز. هنيجي نمسك ديستريبيوشن زي ده ونتعامل معاه على انه ان انستابل ايكوليبريم ونديله سمول برتربيشن نشوف هيجرى له ايه. هل يقدر يأكاونت فور اللارج ستيت ستراكشر ده ولا ما يقدرش؟ هنعمل كده على مرحلتين. المرحلة الأولى هنغطيها بالكامل لأنها المرحلة السهلة. هنتكلم الأول على نيوتونيان جرافيتيشنال انستابيليتي. هنمسك زي ما عملنا في الهوموجينيوس يونيفرس. اتكلمنا الأول على الهوموجينيتي والايسوتروبي من وجهة نظر نيوتن وعملنا نيوتونيان كوزمولوجي. وبعدين دخلنا في جيرالديفيتي. انا مش عارف الوقت هيسعفنا نخلص كله ولا لا، ولكن انا الحقيقه يهمني اكتر ان نيوتونيان جرافيتيشن ستابيليتي لان هي بتديني فكره اعمق، مش في اعمق بس اتليست فيجوالايزابل اكتر لموضوع الجرافيتيشن ستابيليتي. يمكن لو الوقت اسعفنا اوري لك شويه الجنراتيفستيك جرافيتيشن ستابيليتي شكلها عامل ازاي، على الاقل يبقى عندك فكره ايه اللي بيحصل فيها، ان فيها اختلاف بسيط يعني مش طبعا هي اكثر تعقيدا ماثيماتيكلي، ولكن نقدر نبص عليها بصه سريعه ونشوف الفرق بينها. هتعامل مع اليونيفرس not as a perfect fluid anymore او هتعامل معاه على انه perfect fluid بس بشروط بقى، شروط جديده. البرفكت فلويد القديم بتاعي كان so I'm going to model the content of the universe or the content of the universe كالآتي. أول حاجة هبص على الدنسيتي بتاعته زي ما احنا متعودين. الدنسيتي بتاعته اللي أنا بسميها إبسلون أنا كان دائما أبدا تعاملي معاها على أنها time dependent only لأن أنا كنت دائما مفترض أنها uniform everywhere. كل الشغل اللي عملته لغاية دلوقتي في كل المحاضرات اللي فاتت كله معتمد على ان there is only time dependence. بس انا دلوقتي هبتدي اخش في time و space dependence. هستعمل x بارو فوقيها على انها بتحدد لي البوزيشن فيكتور بتاع البوينت ان space that I'm looking at اللي هو اللي انا دايما في كتب الميكانيكس بنسميه r little r، بس في كتب الكوزمولوجي بيسموه x with a little arrow. فده البوزيشن فيكتور بتاع البوينت اللي انا بدرس فيه. يعني انا مختار some origin اللي هو طبعا origin بتاعي غالبا بيبقى مطرح ما انا واقف، وبختار point in space والdensity بتاعتي now هتكون متغيرة بالspace والtime. واضح ان ده الواقع بتاعي. فانا ما زلت بتكلم في perfect fluid بس هغير البارامترز بتاعته. اول حاجة هخلي الdensity بتاعته spatially dependent زي ما تكون time dependent برضه. مش طب اذا كان هذا الكلام مظبوط وانا allowing the density to change ده معناها ان كل point في اليونيفرس بتاعتي دي ممكن يكون ليها velocity v. كويس هتكتبها capital letter v. معنى هذا الكلام ان انا كمان محتاج ان انا ادرس
الفيلوسيتي فيكتور فيلد بتاع هذا البرفكت فلويد. فهضيف بارامتر جديد هسميه في، it is time dependent و position dependent ايضا. فهو ده بقى velocity vector field مغطي كل السبيس بتاعي، وهو بيقول لي حركة البارتكلز او الماتر او الانرجي او whatever الكونتنت اللي انا بتكلم عليه ماشي ازاي. بالاضافة لكده الجماعة اللي بيدرسوا البرفكت فلويدز او الفلويدز اللي تحت هذا البتاع بيدرسوها تحت مسمى علم الهيدروداينامكس. هيدروداينامكس فدول انا بسميهم الهيدروديناميكال بارامترز. ليه؟ لان هي نفس البارامترز، فاضل بارامتر واحد هكتبه، هي نفس البارامترز اللي بتحدد حركه ريل فلويد ان تايم اند سبيس. فانا بقى ايه واخد الفلويد بتاعي وهعممه هذا الشكل. الحاجه الزياده بقى الانتروبي بتاعه الهيدروديناميك فلويد ده، فانا هسميها انتروبي دنسيتي. دي جديدة بقى، انتروبي دنسيتي يعني ايه؟ يعني انتروبي بير يونت ماس، او نظرا لان اي ايكوال ام سي بتساوي واحد، اي بير يونت ماس او بير يونت انرجي. كويس، الانتروبي ديت برضو از ا فيلد، بس اتس ا سكيلر فيلد زيها زي الدنسيتي، ذات ديبيندز اون بليس اند تايم بالمنظر. وطبعا انتروبي انكريسز والكلام ده كله، بس يعني انا هعرفها على انها ده. فدي الهيدروديناميك بارامترز اللي جايه من ساينس اوف هيدرودينامكس، اللي هو باي برودكت من ذا ساينس اوف ثيرمودينامكس. كويس، بعض الايكويشنز اللي انا هحطها لك هثبتها لك، وبعض الايكويشنز هجيبها كده زي ما هي من هيدروديناميكس وثيرمودينامكس وهحطها واقول لك خدها مسلم بيها وخلاص، لان اثباتها معناه انك تاخد كورس كامل في الهيدروديناميكس. طيب جميل، ايه دي البارامترز بتاعتي؟ وانا هشتغل نيوتونيان. I'm going to monitor or to study the Newtonian gravitational instability based على البارامترز. كويس؟ طيب عايز بقى اشوف ايه المعادلات البيست على نيوتونيان ميكانكس ونيوتونيان ثيرمودينامكس او ثيرمودينامكس بصفة عامة اللي بتحكم حركه هذه ال البارامترز بتاعتي. انا هحط انا كده مجرد بعمل تعريف ادي البارامترز اللي انا هتعامل معاها اللي المفروض انها بتديني الانهوموجينيتيز ات لارج سكيل، وعايز اشوف ايه الايكويشنز بتاعتي. طيب تعال نبتدي. اولا بالنسبه للدنسيتي بتحكمها الكونتينيوتي ايكويشن. انا عارف الكونتينيوتي ايكويشن بس تعال افكر بيها. عملناها ديريفيشن ان نيوتونيان كونتكست زمان قوي في بدايه الكورس، فتعالى ان انا افكرك بيها شكلها عامل ازاي واخليها a little bit more specific، خاصه ان انا density بتاعتي now is dependent on space and time. تعالى consider the following. Let's say انا عندي some volume of space. Volume fixed delta v. كويس؟ وال total mass بتاعه total mass الفوليوم نفسه is fixed. فأنا هفترض ان الفوليوم بتاعي is fixed. بس اذا كان الفوليوم is fixed وجواه hydrodynamic fluid زي اللي انا بتعامل معاه دوت اللي هو التوتاليتي بتاعت الجالاكسيز والكلاسترز والجالاكسيز جوه هذا الفوليوم، ده معنى هذا الكلام ان الماس بتاعه مش بالضروره يبقى fixed. التوتال ماس بتاعه متغير بقى، لان في بارتكلز بتطلع وبارتكلز بتدخل. فانا متخيل ان هو فوليوم هذا الفوليوم اللي انا بسميه دلتا في جواه صار ماس، هذا الماس متغير ممكن يكون بيزيد ممكن يكون بينقص. الكونتينيوتي ايكويشن بتقول لي ان طالما في حاجه اسمها كونسرفيشن اوف ماس، ده معنى هذا الكلام ان هناك فلو اوف ماس جوينج ان اند اوت اور اوت اوف ذس فوليوم. ده المعنى الفيزيائي للكونتينيوتي ايكويشن. طالما ده متغير يبقى لازم في فلو، لازم يعني بيروح في حته يعني مش بيختفي. بس هي دي continuity equation. انا هعكسها ازاي؟ هقول والله the rate of mass change with respect to time. كويس؟ اقدر ان انا اعرفه بالdensity. ليه؟ لان التوتال ماس هي المجموع كلي للdensity over الفوليوم بتاعي بهذا الشكل.
انا بعوض ماس على انه التوتال كاونت اوف دنسيتي اوفر ذا انتاير فوليوم. طيب الانتجرال ده از اوفر سبيس والانتجرال ده از اوفر تايم, فالديريفيتيف ده اوفر تايم, فاي كان باس ثرو, ولما اباس ثرو هخليه بارشال ديريفيتيف على اساس ان الدنسيتي بتاعتي ناو از نو لونجر سنجل فاريبل بارامتر, اتس مالتي فاريبل بارامتر, فانا بقى ده لبارشال ديريفيتيف بهذا الشكل. طيب ال دي ان باي دي تي, كمل الناحيه دي, ال دي ان باي دي تي هربطها بالفلو اوف سام ماس كارنت ان اند اوت اوف ذات فوليوم زي ما اتفقنا. الماس كارنت ده زيه زي الالكتروماجنتيك كارنت, ممكن اسميه جي, اتس ا فيكتور. وعرفه زي ما عرفت الالكتروماجنتيك كارنت او الالكتريك كارنت, هعرفه ان الدنسيتي ملتبلايد باي ذا فيلوسيتي. بس ايم سوري ان انا مسمي الفوليوم في ومسمي الفيلوسيتي في برضه, بس الفوليوم طبعا واضح من الكونتكست ان فيهم ايه. دي فيلوسيتي عليها ابدا فيلوسيتي فيلد بتاعي اللي هو بيتعرف التايم اند سبيس. طيب ده تعريف الكارنت. خلاص معنى هذا الكلام ان هناك flow of mass current in and out, فنقدر اعرف العلاقه ما بين ال change of mass with the flow of current على انها هي ال flux of current over the surface area of the volume. أو وهقول ان الفلكس ده لازم يبقى على closed volume that completely contains الماس بتاعي, وهحط minus sign. ليه؟ لان لو هي الكرنت بي بوينت اوتسايد ده معناه ان الفلكس از بوزيتيف, بس ده معناها ان الماس هيقل فلازم يبقى نيجاتيف. لكن لو الفلكس جوينج انسايد ده معناها ان الفلكس از نيجاتيف. انت عارف يعني ايه فلكس؟ ده معناها ان الماس هيزيد. فده قصاد ده كونتينيوتي ايكويشن او فكره الكونتينيوتي ايكويشن. وهقول ان ده هو نفسه الابسلون في, فانا هقدر اعوض نيجاتيف this over epsilon v dot d a بهذا الشكل. انا عندي theorem في الماثماتكس بتقول لي انه لو عندي volume و vector field is integrated over the surface of that volume. theorem ان لو عندي volume وفيكتور فيلد هسميه ايه؟ is integrated over the surface of that volume. So this is done over the surface S. This is always equal to the divergence of that vector field integrated over the volume V. هذه الثيرم حضرتك عارفها باسم the divergence theorem, واحيانا بيسموها جاوس ثيرم لان جاوس هو اللي اكتشفها. هي علاقه بسيطه قوي بتقول لي كيف ان تغير فيكتور فيلد جوه فوليوم معين بيتساوى مع الفلو اوف ذات فيكتور فيلد وهو خارج من هذا الفوليوم, وهو طبعا كلام منطقي. انا اقدر اطبق الدايفرجنس ثيرم على الانتجرال ده بحيث ان هذه المعادلات تتحول الى دي ام باي دي تي هتساوي بدل بقى التكامل دوت, هتبقى التكامل التاني اللي هو integral over volume divergence of what بقى divergence of epsilon v as a vector field over the volume v بهذا الشكل. ماشي يا سيدي, يبقى انا عندي هنا تعريفين ل d n by dt. في تعريف ده وفي تعريف ده. لو حاسس انك شفت الديريفيشن ده قبل كده فانت عندك حق, انت شفته قبل كده. هذا الديريفيشن هو نفس الديريفيشن بتاع اي كونتينيوتي ايكويشن انت شفتها في اي فيلد من مجالات الفيزياء.
وخصوصا الكونتينيتي كويشن بتاعت الالكترومغنتيزم شبهه قوي. هنا بقى اقدر اقول ايه؟ اذا كان الانتجرال ده اوفر الفوليوم نفس الفوليوم والانتجرال ده اوفر الفوليوم نفس الفوليوم، معنى هذا الكلام ان الانتجراند محتوى الانتجرال ده بيتساوى مع محتوى الانتجرال ده. فانا هاجي اقدر فاينالي اقول ان الدايفرجنس اوف دي ماس كارنت ابسلون في ماينس بيساوي دي اي باي دي تي دي ابسلون باي دي تي. يعني لو جبتهم مع بعض في نفس السايد هيطلع لي معادله بهذا الشكل. هحط دي في بوكس وهسميها الكونتينيوتي ايكويشن اوف ماس، اللي هي ايكويشن بتقول لي ما معناه انه ماس از كونسيرفد اتس نيذر كريتد نور ديسترويد. اذا كان عندك ماس بيقل في سايد ما يعني rate of change of density is not zero، ده معناها ان something is flowing out of هذا something هو الكرنت اوف ذا ماس. زيها زي الايكويشن اوف كونتينيوتي في اي مجال اخر، مجال الفيزياء. It's a conservation law، conservation of mass. هقول ان هذه تعتبر اول الهيدروديناميكال ايكويشنز اللي انا محتاج لها to analyze الانهوموجينيتي اوف ذا يونيفرس. اولها اول واحده. خش على اللي بعديها. اللي بعديها برضو انت عارف. اللي بعديها هي اللي بتحكم الماس ده بيتعامل مع نفسه ازاي. هذه الدنسيتي احنا اتفقنا ان the only force acting on this mass inside this universe, this inhomogeneous universe, هي gravitational force. وبالتالي انا اقدر ارجع لنيوتنز ثيوري اوف جرافيتي، مثلا انا بتكلم في نيوتنز ثيوري اوف جرافيتي واقول هعرف gravitational potential. سميه فاي. خلاص؟ هذا الجرافيتيشنال بوتنشال اللي احنا بنسميه فاي. كويس؟ اقدر اعرف منه جرافيتيشنال فيلد. اعرف منه جرافيتيشنال فيلد ازاي؟ يعني فيلد لاينز اوف جرافيتي. ممكن نسميها جي بارو كده هوت. وهي زيها زي اي فورس فيلد او فيكتور فيلد، هي الجريدينت اوف ا بوتنشال، نيجاتيف جريدينت اوف ذا بوتنشال بهذا الشكل. بحيث ان لو حضرتك عندك هذا الفيكتور فيلد جي وهذا الجرافيتيشن بوتنشال فاي وجبت لي ماس صغير ام وحطيته في الفيكتور فيلد جي ده، ادي جي اهو، وانا جبت ماس صغير ام كده وقلت ايه؟ قلت what is the force that m is going to feel؟ well the force that m is going to feel is a gravitational force وهي هتتساوى مع m multiplied by the gravitational field، يعني negative m the gradient of this potential. هتقول لي انا شفت الكلام ده قبل كده، هقول لك ما هو ده exactly analogous to electrostatics. لو عندي في الالكتروستاتكس حاجه اسمها الالكتريك بوتنشال اللي احنا بنقيسه بالفولت، لو خدت النيجاتيف جريدينت بتاعه يطلع لي الالكتريك فيلد، لو جبت تشارج كيو وحطيته يبقى الفورس هتبقى كيو ملتبلاي باي ذا الالكتريك فيلد. هتقول لي ده كمان شبه المعادله بتاعت سنه اولى بتاعت الويت ماس ملتبلاي باي 9.81 متر بير سكند سكوير. هقول لك هي بس انا في معادله الويت كنت معتبر ده كونستنت، لكن هو في الواقع مش كونستنت، ده بيتغير حسب تغير البوتنشال. لكن انا كنت مفترض ان هو كونستنت لانه قريب من السيرفيس اوف ذا ايرث. دي المعادلات بتاعتي. كويس؟ هناك تعريف اخر يمكن نحتاج له للفورس، الجرافيتيشنال فورس. كويس؟ التعريف الاخر ده جاي من البريشر. طيب ما انا يعني عندي الفلويد بتاعي، فلويد
has pressure. وتعريف البريشر ان هو فورس على اريا. جنرالي مش جنرالي سبيسيفيكلي لو كل حاجه كونستنت ده معناها ان الفورس بتساوي بريشر تايمز اريا. I can use this to relate الفورسز اللي جوه الفوليوم بتاعي اللي هو اليونيفرس كله للبريشر بتاع اليونيفرس اللي بي العاديه خالص اللي انا كنت بستعملها في الاينشتاين كويشنز. بس بقى هعمم الكلام ده لان بقى مش كونستنت بقى. انا بدل ما اعرفها كده انا حاجه اقول ايه؟ انا حاجه اقول ان الفورس بتاعتي هتبقى نيجاتيف الفلكس بتاع البريشر ده اوفر ذا اريا بهذا الشكل. هذه الفورس هسميها البريشر فورس وهي اديشنال فورس بالاضافه للفورس الجرافيتي اللي بتحسها. بس هي تقدر تقول انها ريليتد ليه لان هي اصلا جايه منها. يعني ما هو الفورسز اللي الماس دي بتحسها بيكوز اوف ذا اون بريزنس بتتجمع كلها على بعضها وتعمل بريشر على بعضهم تعمل بريشر على الفلويد كله. فانا اقدر اعرف البريشر فورس دي جايه بهذا الشكل من اوله خالص. تمام. ده يعني نوعا ما فلكس. هو نوعا ما فلكس بس بي از سكيلر. فانا اقدر اطبق عليه معادله شبيهه بمعادله الدايفرجنس ثيوري واقول انه هذا الفلكس از ريليتد ل الانتجرال بتاع الجريدينت اوف بي على الفوليوم في بتاعي. هذا الشيء ما ننساش الماينس كويس. يعني التشينج اوف ذس بريشر اوفر ذا فوليوم بتاعي. وانا اقدر اقول ان دي معادله ريليتس البريشر فورس اللي بيحسها البتاع الاوبجكت ديت بالنسبه لبتاع. طبعا ابروكسيمتلي سبيكينج لو اعتبرنا البريشر دازنت تشينج ماتش approximately speaking this is the gradient of p multiplied by the change the total volume بهذا الشكل. ادي الفورسز بتاعتي اللي شغاله معايا. طيب انا عايز شويه معادلات تفاضليه بقى. ما انا مش هينفع معايا كده شويه تعديل كلها تعريفات ولا دلوقتي. انا عايز شويه معادلات تفاضليه. هاجي اقول ايه؟ والله يا جماعه الجي دي is actually an acceleration. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده ان فورس از ماس تايمز اكسلريشن. ده معناها ان الجي دي از اكشولي ذا اكسلريشن اوف ذا ماسز انسايد ذا فوليوم بتاعي. ذا اكسلريشن فيلد. طيب ما انا اوريدي عندي الفيلوسيتي بتاعت الفلويد. معنى هذا الكلام ان هذه الجي هي نفسها الـ rate of change of this velocity with respect to time. تحس بي مفيش غيرها يعني. تعال بقى نشوف نقدر نجمع الكلام ده كله في كوشن واحدة ازاي. بادئ زي بادئ حاجة اقول ايه؟ consider d of the velocities, differential of the velocities. The velocities depend on time and they depend on space. طيب يبقى انا اقدر اكسباند الديفرنشال بتاع فيلوسيتيز ان ذا تشين رول ان دي في باي دي تي في دي تي زائد دي اوف اني ون اوف ذا اكسيز دي اكس اي باي دي تي دي في باي دي اكس اي دي تي. ده التشين رول ابلايد على الفيلوسيتي. خلاص وما تنساش حضرتك ان دي هي الكومبوننتس بتاع في. ما هو في از فيلوسيتي ريت اوف تشينج اوف ديستانس وذ ريسبكت تو تايم. فدي معناها ان كل اكس اي باي دي تي اكس اي 1 2 3 هم الكوردينتس بتاعتي هي الكومبوننتس بتاعت في. وفي نفس الوقت ده لو تفكر فيها كده is d by dx, then d by dy, then d by dz. These are the components of the gradient of v, of each one of those v's. معنى هذا الكلام ان انا اقدر اعرف العلاقتين دول على انها دوت برودكت ما بين الاثنين دول كده بهذا الشكل. عايز v هي السبيد بقى اللي هي الماجنتيود اوف الفلوس. فانا اجي اقدر اكتب اذا كان ده صحيح
يعني هذا الكلام ان انا since dv by dt is equal to g يبقى انا اقدر اكتب ان الجي اللي هي الاكسلريشن فيلد اللي هو نفسه الجرافيتيشنال فيلد v اللي انا بسميه جرافيتيشنال فيلد is the rate of change of v with respect to time زائد the velocity dot with the gradient of its magnitude بهذا الشكل. كويس؟ يعني تقدر تقول ايه؟ جيت قسمت هنا both sides by dt من الحركه اللي الماثيماتيشنز ما بيحبوهاش ودي هي نفسها g كما اتفقنا. حلو، حط بقى الكلام ده كله مع بعض. عندك ايه بقى يا سيدي؟ عندك the gravitational forces وعندك the pressure forces. يبقى the total forces that this fluid feels هي مجموعة الاثنين. طب ما انا فكيتهم العلاقات مع the pressure ومع the gravitational field، فانا اجي اقدر اقول ايه؟ اجي اقدر اقول يبقى انا هجمع دي زائد دي per unit mass divide through by mass per unit mass هتبقى كالاتي. هتبقى اول ترم dv by dt تاني ترم هو الترم ده v dotted with the gradient of v بهذا الشكل. كويس؟ تالت ترم هيبقى ده بي، بس لما اجي اقسم على الماس ما تنساش ان انا لازم اقسم على الماس عشان كل دول مقسومين بير يونت ماس، اقسم على الماس هيبقى ده اللي دلتا في على ام اللي هي نفسها انا بسميها ابسلون. هيبقى الترم ده عندي ابسلون لان ماس على فوليوم بيديني ابسلون. تمام، تشيك. زائد ايه؟ زائد الماس تشينج اوف ذا بوتنشال. يبقى اخر ترم عندي اللي هو هيبقى the gradient of phi. كويس؟ كل ده لازم يبقى زيرو لان دول مجموعهم بيديني the gradient of phi من الاول او negative the gradient of phi، وبالتالي لما اجمعهم كلهم مع بعض لازم يبقوا زيرو. هذه المعادله هي تاني معادلة عندي محتاج ان انا ابص عليها عشان اشوف ايه اللي بيحصل جوه الانهوموجينيوس ماس ديستريبيوشن دوت. وهذه المعادلة is one of the equations اللي اسمها Euler equation. من اول واحد كتبها كان Euler حبيب الملايين. كويس؟ نقول تاني. The sum of this that is this لازم يدي negative this. Divide by m هيطلع لي اول ترم g اللي هما الاثنين دول مظبوط. تاني ترم gradient of p divided by density مظبوط. مجموع الاثنين دول لازم يساوي negative gradient of phi. اجيب gradient of phi من اليمين للشمال يبقى تالت ترم هيبقى gradient of phi والمجموع كله بيساوي زيرو. The sum of all the forces that are acting inside this this volume. حطيتها في مربع لان دي تاني معادله من معادلات الهيدروداينامكس. ثالث معادله هنكتبهم بس عشان خاطر تبقى الامور كلها متستفه مظبوط. كونتينيوتي. ثالث معادله مش هعمل لها ديريفيشن لواحده من المعادلات اللي هجيبها كده من الهيدروداينامكس واحطها لك. تالت معادلة هي المعادلة اللي بتحكم الانتروبي. احنا اتفقنا ان انا عندي 3 بارامترز. تالت معادلة هي الانتروبي كونسرفيشن فورمولا، يسموها انتروبي كونسرفيشن فورمولا. اللي بتقول ايه؟ اللي بتقول ان اني جيفن ماتر ديستريبيوشن ذا توتال تشينج اوف انتروبي لازم يساوي صفر. لازم يساوي صفر. بس الـ total change of entropy لو فتحت دي dependent على t و x لو فتحتها chain rule هتبقى الـ derivative of entropy partial derivative with respect to time زائد e v dot the gradient
of entropy حيث ان هذه تم حسابها زي ما الترم ده تم حسابه بالظبط الشين رول على الانتروبي. هحط دي في مربع واقول دي ثالث معادله من معادلات الهيدروداينامكس ايكويشن بتاعتي. فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني؟ Well, there is one more equation جاية برضو من الجرافيتيشنال فيلد. اعمل لها ديريفيشن سريع. اتفقنا من شوية ان جي بتساوي نيجاتيف the gradient of the gravitational total gravitational potential اللي جوه الفوليوم اللي انا ببص عليه. مظبوط. وعايزين نشوف ايه البروبرتيز بتاعت الجي دي. جي is the gravitational field وهي زيها زي الالكتريك فيلد. انا ادعي ان الديفرنشال ايكويشنز التي تحقق هذا الفيلد اللي هو جي هي نفسها الايكويشنز اللي بتحقق الالكتريك فيلد في حاله الستاتيك الكتريك فيلد. يعني انا عارف ان الالكتريك فيلد از اولويز راديال الكتروستاتيك فيلد ستاتيك از اولويز راديال اند كانوت بي كلوزد. نفس الشيء بالنسبه للجرافيتيشنال فيلد. لو عندي ماس ام جرافيتيشنال فيلد ده هيبقى راديال لاينز كده طالعه منه. طب دي افهمها ازاي؟ افهمها بمعادلتين. المعادله الاولانيه خد الكيرل بتاع بوث سايدز. الكيرل حسب ما حضرتك درست في الماثماتكس هو الديريفيتيف اللي بيشوف مقدار تغير اي فيلد ان كلوزد باث دايركشن. طب لو خدت الكيرل بتاع ده the curl of the gradient any curl of any gradient is always equal to zero وبالتالي ال curl of g is equal to zero. جميل. زي الالكتروستاتيك فيلد بالظبط. ما الالكتروستاتيك فيلد ما ينفعش يبقى closed ابدا، لازم يبتدي على تشارج وينتهي على تشارج او ينتهي في ما لا نهايه. هل في معادلات اخرى بتحقق ذلك؟ في جاوس لو. هو في جاوس لو للالكتروماجنتيك للجرافيتيشنال فيلد؟ اه طبعا الجرافيتيشنال فيلد زي الالكتريك فيلد. اذا كان في جرافيتيشنال لو سوري جاوس لو للالكتريك فيلد فهناك جاوس لو للجرافيتيشنال فيلد. بيساوي ايه؟ والله في حاله الالكتريك فيلد از بروبورشنال تو ذا تشارج دنسيتي. اذا فهو في حاله الجرافيتيشنال فيلد هيبقى بروبورشنال للماس دنسيتي ابسلون بتاعتي. ابسلون المشهوره. طب والكونستانتس هتبقى ايه؟ الكونستانتس لازم تبقى الكونستانتس بحيث ان لو طبقت هذا الفورم على بوينت ماس يطلع لك نيوتنز لو. لو عملت هذه الكالكوليشن وهي كالكوليشن سهله جدا هيطلع لك الكونستانت بيساوي ناقص 4 باي بيج جي حيث بيج جي هي نيوتنز جرافيتيشنال كونستانت. ودي المعادله الثانيه التي لازم يحققها الجرافيتيشنال فيلد ان نيوتونيان ثيوري. هذه المعادلات معادلات عامه تنطبق على اي جرافيتيشنال فيلد وتنطبق طبعا على الجرافيتيشن فيلد اوف ا بوينت ماس او سفيريكال ماس زي ما حضرتك تقدر تثبت. لاحظ ان المعادلتين دول ليهم نفس المحتوى الفيزيائي بمعنى ان هم طالعين من بعض. اها ما انا جبت دي منين؟ خدت الكيرل بتاع ده. إذا دي ودي are mathematically and physically equivalent to each other. وبالتالي لما تيجي تقول لي ما هما المعادلتين التي بيحققهم الجرافيتيشن فيلد هقول لك يا إما الاثنين دول يا إما الاثنين دول. لأن دي ودي حاجة واحدة. طيب دي معادلات first order differential equation وهما اثنين اتفقنا إن هما اثنين أيا كان الاثنين اللي أنت هتختارهم. طب اقدر اطلع منهم سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن؟ قال لك اه خد ده وعوض بيها ده. فهيبقى دايفرجنس اوف نيجاتيف جريدينت وفاي بيساوي نيجاتيف 4 باي جي الماينس هتروح على الماينس هتبقى لي 4 باي جي ابسلون.
the divergence of a gradient is the Laplacian. هينتهي بيه الأمر إلى معادلة Laplacian of phi بتساوي ألفا باي جي تايمز إكس. هذه المعادلة تشوفها حضرتك في مجالات عديدة جدا من الفيزياء، وأي معادلة في الدنيا Laplacian of phi بتساوي a function بنسميها Poisson equation. خد حزامية كده وحطها من ضمن المعادلات وقول ان دي لازم تتحقق، لازم البوتنشال بتاعي ما يبقاش اي بوتنشال، يبقى البوتنشال بتاعي بيرتبط بالدنسيتي بتاعتي بهذا العلاقه الوثيقه اللي هي البوسون. طبعا البوسون ايكويشن ليها حاله خاصه بتاعت اللابلاس ايكويشن. اللابلاس ايكويشن لما الدنسيتي على اليمين تبقى بصفر، الدنسيتي على اليمين تبقى بصفر، يبقى البوسون ايكويشن تحول لابلاس ايكويشن. البوسون ايكويشن انا متاكد ان حضرتك شفت حلولها بالسابريشن اوف فاريبلز في الكتروماجنتيزم، وشفت ازاي بتتحل بيطلع لك ساينز وكوساينز في الكارتيجيان كوردينتس، وبيطلع لك سفيريكال هارمونكس، وبيطلع لك بقى بلاوي متلتله يعني. كويس؟ نفس الشيء ممكن يبقى هنا، بس انا مش هيهمني قوي، انا هنا بعتبرها انها كونسترينت. انا اوريدي عندي معادلات فيها فاي ويبس، اوريدي عندي المعادلات اللي بتحدد الفاي ويبس، بس مش اي فاي وابسلون. They have to satisfy this relationship. فاي وابسلون have to satisfy the relationship. كده انا اقدر اقول بالفم المليان ان انا عندي معادلات تصف ال gravitational instability of any hydrodynamical fluid. واقدر اخد هذه المعادلات وادعي ان الكون كله is a hydrodynamical fluid، وبالتالي on a large scale حصل gravitational instability، وهذه gravitational instability محكومة بهذه الأربع معادلات. هتقولي أنا متأكد؟ حالك مش متأكد، بس هي this is the most common and the most logical common sense explanation of why the universe has a large scale inhomogeneities بهذا الشكل. فاضل إيه تاني؟ ما فيش اي علاقه هنا ما بين البريشر والابسلون. قال لك لا، لازم يبقى فيه، انا لازم عندي حاجه اسمها ايكويشن ستيت. ايكويشن اوف ستيت الله انا عارفها بقى ايكويشن ستيت. لا لا لا، قال لك لا، ايكويشن ستيت هنا هتبقى اكثر تعقيدا شويه. هي علاقه ما بين البريشر والابسلون، بس في الهيدروديناميكال فلويد اللي allowed to move it has to be related to the entropy. فلازم بالإضافة لكل الهيصة دي لازم حضرتك تديني علاقة equation of state ما بين كل هؤلاء البارامترز. إيه الأنونز بتاعتي بقى؟ خلينا بقى واضحين كده إن أنا دي differential equations عايزة تتحل. إيه الأنونز بتاعتي؟ نعالى نعدهم. الأنونز بتاعتي epsilon، الأنونز بتاعتي velocity vector field، الانتروبي، الـ gravitational potential والـ pressure. هما دول الخمسة unknowns بتوعي اللي أنا ما أعرفهمش. والحسن الحظ عندي خمس علاقات، يعني المفروض إن أنا أقدر أحل. طبعاً very clearly these are very very complicated differential equations. حاجة كده تفكرك بالمعادلات لو أنت خدت كورس في الهيدروداينامكس، تلاحظ انه يعني او بصفه عامه في نون لينير داينامكس، تلاحظ انه المعادلات دايما فيري كومبليكيتد وما تتحلش جنرال. They are all talking together they are non linear. طبعا individually يعني ده لينير وده لينير، لينير ان فاي وده لينير ان فاي وابسلون، بس هنا عندي نون لينيرتي وعندي هنا نون لينير، يعني توتالي بتاخد على بعض كده. They are in fact non linear differential equations. طبعا الفيلم ايه دول؟ ضمني يا ما قال لك مش انا مش عايز احلهم توتال، انا مش عايز احلهم جنرال، انا الحل الجنرال هنا ما يهمنيش، انا يهمني حاله الهوموجينيس يونيفرس. وانا عارف كويس قوي ان حاله الهوموجينيس يونيفرس بتحصل لما بقى فيه سمول بيرتربيشنز. تعالى نفترض ان انا هبتدي هوموجينيس ايسوتروبيك يونيفرس.
will introduce small perturbations in that universe. هكح جنبه يعني. معنى هذا الكلام ان انا اقدر اعمل لما احط small perturbations اقدر اخلص من non-linear effects وبقى effectively عملت linearization للموديل ده. طالما ان انا هخلص من ال small perturbations. كويس؟ بس انا برضو مش لازم انسى ده انا عندي بالاضافه الى الهيصه دي انا عندي كمان اليونيفرس از اكسباندنج واكسلريتنج ومليون تعقيد. قالك بص تعالى نبتدي بسيمبل موديل. Let us consider to begin with a non-expanding universe. Static, non-expanding universe. هتقولي مش صح ولا ماشي بس يعني اتليست اخد فكرة واشتري بكرة زي ما بيقولوا واخد فكرة الدنيا يعني ماشي ازاي. بالك الستاتيك non-expanding universe بيسموه احيانا اينستاين يونيفرس على اساس ان اينستاين اول واحد حاول يخلي اليونيفرس في المعادلات بتاعته ستاتيك لما تفتكروا وانتروديوست ذا كوزمولوجيكال كونستانت لامدا ويعني لعب فيها عشان يخليه ستاتيك. كويس فانا هتعامل مع يعني على انه ستاتيك. لاحظ انه دي الحقيقه بروبلماتيك شويه. دي بروبلماتيك شويه لان ستاتيك نون اكسباندنج يونيفرس معناها ان الدنسيتي ديستريبيوشن بتاعه اذا ابتدينا هوموجينس ايسوتروبيك هتبقى كونستنت. هلا كونستنت يعني ايه؟ يعني ما بتتغيرش لا سبيس ولا تايم. ابسلون از ايكوال تو كونستنت. طيب لو epsilon is a constant بص هنا epsilon is a constant. كويس هذه المعادلة البوسون equation لن تتحقق إلا إذا كان لابلاسيان of phi أو إذا كان لابلاسيان of phi تساوي constant على اليمين لأن قلنا epsilon is a constant ده معناه إن phi is not a constant so phi not a constant. بس phi is not a constant معناها انه ال force of gravity احنا اتفقنا ان the force is negative the gradient of phi is also not a constant. بس اذا كانت not a constant يبقى هتزق ال particles على بعض مع بعض. it's not a constant it's, يعني it's not zero بتحرك موجودة ليها وجود f exists. f exists معناها ان ال velocity is not zero. بس اذا كانت ال velocity is not zero ده معناها ان ال density هتتغير ونرجع لcontradiction ان ال n epsilon cannot be a constant. ولذلك ال Einstein static universe is understood that doesn't quite solve these equations. هنا في لعبة في المعادلات شوية. انا صحيح هحاول اعملها linearization in a static universe عشان اسهل على نفسي بس هحط في الاعتبار ان ده cannot possibly satisfy the hydrodynamic equations because of this argument. ده ملحوظه جيده. الاول واحد عمل analysis لهذه الايكويشنز تحت هذه الشروط كان اسمه جينز. ايوه جينز ده البنطلون الجينز كده. والراجل اللي اسمه جينز ده ما كانش الحقيقه مهتم باليونيفرس ما كانش يهمه خالص. جينز ده كان بيحاول يعمل لينيرايزيشن لاي هايدروديناميك سيتويشن ولذلك بتطبق نظريه جينز ديت بتاعت اللينيرايزد هايدروديناميكس في احوال كتيره جدا جدا يعني مش فقط على اليونيفرس. احنا هناخدها نطبقها على اليونيفرس ولكن هي تنطبق
على اي نون لينير هايدروديناميكال سيستم لما تيجي تعمل له سمول بيرتربيشنز وتعمل له لينيرايزيشن. جينز ثيوري تنطبق على اي حال من الاحوال. عمل ايه عم جينز دوت؟ عمل لينيرايزيشن زيه زي اي لينيرايزيشن حضرتك شفته في الفيزياء قبل كده. جالك ايه؟ قالك انا هاخد الحل العام بتاع هذه المعادلات وافترض ان هو approximately equal to some constant number زائد small perturbation. بحيث ان هذا التغيير الصغير is small compared to the original density. خلي بالك انا نبتدي ب constant density هسميها epsilon zero. واجي اكح ازقها زقه صغيره. هذا السمول بيرتربيشن في حد ذاته is time dependent لان ممكن يصغر وممكن يكبر وposition dependent فهو t x ده constant ده رقم constant لكن ده is a function. هذه السمول بيرتربيشنز هي اللي احنا بقى في تطبيقنا اللي احنا واخدينه كبرت وبقت الفيلمنتس والفويدز والشيتس واللارج سكيل ستراكشر اوف ذا يونيفرس هي دي السمول بيرتربيشنز بتاعتي. طب ما اذا كان ده هيبقى perturbed ما نقدر اطبق نفس البرتربيشن على كله بقى واخلص بقى. يعني هيبقى عندي مثلا البوتنشال هقول اللي هو ابتدى من constant value اسميه f على zero وتعمل له برضه small perturbation اللي هي من شروطها انها تبقى اقل بكتير من الاصل. صحيح؟ صحيح الكلام ده يتعارض مع الهيدروديناميك ايكويشنز لحد ما doesn't solve them really قوي ولكن في حاله الاينشتاين يونيفرس ولكن ما تنساش ان انا هنا عامل ابروكسيميشن نفس الشيء هطبقه على كل بقى البارامترز بتاعتي كذلك الفيلوسيتي بس الفيلوسيتي بقى ممكن اقول ايه ممكن اقول انها بتبقى الصفر اصلا زيرو فيلوسيتي بقى ستاتيك هوموجينيوس ايزوتروبيك يونيفرس وبالتالي مش هتبقى غير زيرو بلس سمول بيرتربيشن يعني ما عنديش في زيرو ممكن احطها بس يعني مش يعني هي بصفر انا هبتدي من static homogeneous isotropic مفيش حاجه بتحصل واجي احط زي ازمه فاضل الانتروبي هتعامل معاها بنفس المنطلق هقول ان انا عندي initial total entropy of the universe was a constant وهديها برضه زقه صغيره بهذا الشكل بحيث ان الشرط بتاع ان كل واحد من هؤلاء الدلتاز بيقل بنفس يعني اقل بكتير من الناس فاضل وان بارامتر من البارامترز الخمسه بتوعي اللي هو البريشر هحطه برضك بنفس الطريقه البريشر is some constant pressure that change بس مش هنسى ان البريشر نفسه is made up of density depends on density and entropy يعني مش هنسى ان في عندي equation of state وبالتالي هضيف جملة زيادة اقول ان البريشر برضه depends على ال change of density هيبقى epsilon 0 plus delta epsilon و depends على s 0 plus delta s كده انا ايه مشيت ورا عمك جينز دوت ووصلت لي اللي انا عايز اوصله هاخد بقى مفروض بقى المفروض بقى ان انا اقعد بتاع مثلا ساعة كمان بقى اخد بقى دول وعوض بيهم في كل معادلة من دول واكسباند واشوف الدنيا بقى ايه هتطلع لي ازاي بقى المفروض ان انا لما اعمل كده كل النونلينياريتيز هتروح المفروض ابتدي بالبريشر الاول كبداية هبتدي بالبش حاجه اقول لك ايه هقول لك يا باشا التشينج اوف بريشر اللي انا هحطه دوت احنا اتفقنا ان هو متوقف على ايبسلون واس فانا هقول ان انا اقول ابلاي ذا تشين رول على دلتا بي تشين رول على دلتا بي هتبقى دي بي باي دي ايبسلون ات كونستانت انتروبي دلتا ايبسلون زائد دي بي by the entropy if you keep epsilon constant delta s عامل زي معادلة الثيرمودينامكس وهي معادلة الثيرمودينامكس فعلا كويس هروح للجماعة بتوع الثيرمودينامكس واقول لهم يا بتوع الثيرمودينامكس هم ايه دول؟
هيقولوا لي بص احنا عارفين دول، احنا عندنا في any linearized hydrodynamical system these quantities are constants. في linearization، في حد linearization these quantities are constants. اول quantity اللي هي دي بيسموها سيجما، ملهاش اي meaning اخر غير ان هي a constant value of the rate of change of the pressure with respect to entropy في حالة linearized model. دي actually ليها interpretation. dp على d epsilon is actually the square of the speed of sound in the fluid. So the CS is speed of sound in fluid. يعني هم جماعة بتوع هيدروداينامكس لما هم حسبوا إذا كان في sound wave ماشية في الفلويد بتاعهم لقى إنها ليها علاقة بال rate of change of pressure with respect to the intensity. Which makes sense. It makes sense. لأن sound is what? Sound is a pressure wave. فلو ال pressure بيتغير بالنسبة لل intensity بيكتشف إن ده هو مربع سرعة الصوت. وبالتالي أنا أقدر أقول إن دلتا بي ودي معادلة هستعملها كتير is equal to a bunch of constants times delta epsilon and delta s. كل مرة هتقابلني دلتا بي أقدر إن أنا أشيلها وأحط مكانها هذه العلاقة. نعمل إيه بعد كده؟ عايزين نخش على كل المعدات بقى ونستبستيتيوت بقى. يعني مثلا على سبيل المثال انا اقدر اقول تعالى نبتدي ب الكونتينيوتي ايكويشن. كونتينيوتي ايكويشن جواها ابسلون اهي، جواها في اهي، تعالى نحط نعوض بقى ماشي دي ابسلون باي دي تي. دي epsilon by dt ده constant هيروح مش هيبقى لي من الترم الثاني في continuity equation. continuity equation مش هيبقى لي غير دي delta epsilon by dt ماشي خلاص جميل، زائد divergence of epsilon times v. طب معلش تعالى نقف كده لحظة وناخد epsilon times v نضربهم في بعض الأول. يبقى انا اول خطوه اعملها قبل ما ادخل في الدريفيتيف هاخد ابسلون تايمز في اضرب بعض. ادي ابسلون اهي وادي في اهي. طيب اول ترم هيبقى ابسلون 0 دلتا في، ثاني ترم هيبقى دلتا ابسلون دلتا في. بس لحظه بقى، this is a small perturbation theory وبالتالي دلتا ابسلون ودلتا في are extremely small numbers. فانا اقدر اجي اقول ايه؟ معلش معلش لو سمحت لما يطلع لك اي دلتا مضروبه في اي دلتا ارميها. It's a very small quantity. Gets even smaller. Point O O O O O. خلاص؟ يبقى انا هنا epsilon V is only epsilon 0 دلتا V. تاخد بقى ده وتحطها لي هنا. I'm running out of space بس انا مش عايز امسح كل الكلام ده دلوقتي. تاخد epsilon هطلع هنا هيطلع لي partial delta epsilon by partial t زائد هيبقى epsilon 0 constant gradient divergence of delta v بتساوي 0. ودي اول معادله من معادلات linearized hydrodynamics اللي هي من هنا. خش على بعديها يلا بقى احنا سخنين. خش على بعديها اضطر بقى ان انا امسح شيل دول بس عندك في النوتس. خش على مثلا اويلر ايكويشن. اويلر ايكويشن اول تيرم دي في باي دي تي، ما عنديش في في غير دلتا في. تاني تيرم في دوت جريدينت برضو ما عنديش غير دلتا في دوت جريدينت اوف دلتا في. وانت كده والدنيا سخنه تفتكر ان كل ما تقابلك دلتا مضروبه في دلتا هتقدر ترميها. ما
ترميل الترم ده. بمعنى هذا الكلام ان الترم ده طال تماما which is good because it's the linear term. non-linear term. كويس؟ حط لي عندك ثالث ترم gradient of p على epsilon. ما تنساش ان epsilon is epsilon 0 plus delta epsilon. فحاول دي الاول. gradient p هاخد العلاقة دي وادخلها هو. هتبقى gradient. خليها بره gradient. gradient. اول ترم هيبقى p0 اللي هو constant pressure زائد بتوع دول. الكونستانتس ديت دلتا ابسلون زائد سيجما دلتا اس زائد جريديانت اوف فاي هتبقى دلتا فاي. دي سهله ما فيهاش بس شيء. هل خلصت؟ لا ما خلصتش بالعكس ده لسه بسخن. انا الترم ده مش معايا لينير ترم ما فيش مشكله وده طار خلاص الحمد لله وده برضه لينير ترم ما فيش فيه مشكله. طب تعالى نبص على ده بقى ده حكايته ايه ده؟ حكايته ايه ده؟ تعالى نشوف. لا ما يتسابش كده ده. ده ما يتسابش كده. ده لازم يبقى يتعمل له لينيرايزيشن. طب يتعمل له لينيرايزيشن ازاي؟ اول حاجه خدها تعالى بصي على ده. اول خطوه خد ابسلون 0 از ا كومن فاكتور هيبقى هنا 1 بلس دلتا ابسلون على ابسلون 0 صح ولا مش مظبوط؟ قول لي بس ناقص 1. وبعدين تعالى expand this in the binomial theorem we keep only the first term هيبقى دي epsilon 0 minus 1 1 minus delta epsilon على epsilon 0 صح؟ ودروب higher order terms ليه؟ لأن higher order terms هتبقى delta epsilon square delta epsilon cube delta epsilon to the 4 كلها احنا اتفقنا كل ما تقابلنا دلتتين مضربين في بعض ارميهم فهيبقى اني هنا فعلا. خد ده بقى وضربه في ده. خد ده وضربه في ده مع مراعاة ان كل ما تقابلك دلتا في دلتا بترميها. كل ما تقابلك دلتا في دلتا بترميها وبالتالي مش هيتبقى مع حضرتك غير الترم الاولاني ده لان كل واحدة من دول هتضرب في كل واحدة من دول هتروح. كويس؟ يبقى انا اقدر ارمي هذا الترم تماما. طبعا بي 0 دي راحت اصلا لان الجريدينت اوف اي كونستنت بتساوي 0 يعني قبل ما تقول لي بي 0 راحت فين هي إيه هي اصلا رايحه من الاول ملهاش لازمه. طيب خد بقى الكلام ده وجمع بقى الكلام ده كله مع بعضه هتتبقى لك الاتي. هيبقى عندي دلتا في باي دلتا تي زائد سي اس سكويرد على ابسلون 0 ده كونستنت جميل مضروبه في ذا جريدينت اوف دلتا ابسلون linear term الله زائد another constant على epsilon 0 مضروبة في الجريدينت بتاع دلتا اس that's another linear term زائد finally the gradient of delta phi كل ده يساوي 0 مبروك انت عملت linearization للأويلر equation ورميت كل ال non-linear terms كلها راحت. next term f entropy equation اهي هتبقى دي باي دي تي طبعا هتروح الاس 0 مش هتبقى قريبه للدلتا اس زائد في في اللي هي دلتا في دوت جريدينت اس 0 زائد دلتا اس. يا حلاوه ده اول ترم طاير لانه كونستنت وتاني ترم هيبقى دلتا في دلتا ده رخا طاير الله اكبر ده سهل قوي. ايه الحلاوه دي؟ يبقى انا هنا هيبقى لي بالانتروبي ايكويشن فقط انه البارشال ديريفيتيف اوف الانتروبي بيرتربيشن از ايكوال تو زيرو ذاتس ات. ده كل اللي هيبقى لي بالانتروبي ايكويشن مش ابسط من كده. دي اسهل واحده فيها. ونفس الشيء بالنسبه للبوتنشال. البوتنشال هيبقى ايه بقى؟ اللي هي البوسون ايكويشن لابلاسي على دلتا فاي هتبقى اللابلاسي فاي 0 زائد اللابلاسي اوف دلتا فاي بتاعتي. هتقول لي ده بصفر هقول لك لا ده مش بصفر ده بصفر فقط لانه تايم اندبندنت لكن ذيس از ديريفيتيف بالنسبه للسبيس انا كنت برمي هنا التايم ديبندنس انما ده اتس نوت ديريفيتيف وذ ريسبكت تو تايم. هذه الفاي 0 is a function in space برضه زي ما هي ما هيش constant هي constant in time only خلي بالك من النقطة دي constant in time only
وبالتالي مضطر ان انا اسيبها. هتساوي ايه؟ هتساوي 4 باي جي ايبسلون 0 زائد 4 باي جي دلتا ايبسلون بهذا الشكل. بس انا عارف انه في الستاتيك يونيفرس من غير بيرتربيشن اللابلاس ان اوف باي 0 بيساوي 4 باي جي ايبسلون 0. معناها ان دي هتروح معايا مش هتلاقيها غير دي. يبقى نهايه الكلام ان اللابلاسيان اوف دي gravitational perturbation is 4 pi g الدلتا بتاعت الابسلون. بقى الحته دي في المره دي انا عندي هنا بدل خمس معادلات النون لينير بقى عندي خمس معادلات لينير، حيث ان الخمسه بتاعتي هي دي او يعني اللي بتعبر عن perturbation of the equation of state. انا حين لسه ما خلصتش، انا صحيح عملت لهم linearization بس الجماعه بتوع الماثماتكس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تسيبش الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشنز بتاعتك، ما تسيبهمش، جمعهم مع بعض، اعمل لي سكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز لان احنا عارفين نحل السكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز ازاي، فحطهم كلهم على بعض. دي هتبقى الخطوه اللي جايه، بس انا كاني هقف هنا عشان احنا الوقت خلاص قرب يخلص بتاعنا، فهقف هنا وهبتدي المره الجايه من المعادلات دي مش دول، دول انا ما يهمنيش في شيء. دول الهايدروديناميك ايكويشنز نون لينير ما يهمنيش في حاجه. بس انا هنقل المسميات هي هي، فاللينير اوردر ايكويشن هسميها اوردر ايكويشن، البوسون ايكويشن هسميها بوسون ايكويشن، يعني مش هغير المسميات بس بدل المعادلات النون لينير هيبقى معادلات عندي كومبليتلي لينيرايزد، واشوف ازاي اجمعهم على بعض وبعدين بقى ابتدي احل بقى اشوف انا عايز امودل اليونيفرس بتاعي، عايز اشوف change of density ده هل فعلا ممكن يديني لو الموديل شكلها شكل الفيلمنتس والشيتس والفويدز والحاجات اللي انا بشوفها بالتلسكوب دي ولا ما ينفعش يديني. هو ده الهدف من هذه المحاوله.